أبنية حجرية اللي هي حجر رملة. الحجر الرملة بيشرب مي كتير، بقى في خوف إنه إذا في محلات فيها تصدع والحجر شرب مي حيصير أثقل، يعني في خطر تصدع أكبر وبعض الحالات انهيار. في محلات إذا السقف مكشوف وفي عندك أشياء قيمة جوا، ما هو كمان قبل أرضيات الغرف اللي بتمشي فيها كلها خشب عمره 100 سنة، بمجرد ما يتشتش بلش يخرب. عم نشتغل 7 أيام بالأسبوع بدون إمكانات مالية، وحتى اللي عم بجرب يجمع مصاري قد ما مصداقية الدولة بالأرض كفساد وهبل سياسي، وقد ما الممارسات تعولهم للساعة يعني بتشكيلة الحكومة، ما بتتصوري قد ايه عم بتضر بمجهود المجتمع المدني والمهندسين بالقيام بالدور اللي فيه يقوموا فيه بالإمكانيات المحدودة اللي عندهم. الشتاء بين اليوم وبكرة، نحن خطينا إمكانية تحقيق الهدف تاعنا قبل الشتاء، هلأ صفت قديه فينا نقلل الأضرار. عبء كبير على دولة حتى، شحال على مجموعات مستقلة بغياب التمويل. بإيماني بالدولة وبإيماني بالهدف تاع مديرية الأساس عم نجند كل الطاقات لنساعدهم على أمل إنه ما يخجلونا.